شو الإجراءات اللي لازم يتبعوها السوريين للزواج في تركيا؟ على كل مواطنين سوريين بياخدوا قرار زواج أنه أولاً يتجهوا على مديرية النفوس يقوموا بتثبيت عنوانهم ومكان سكنهم، بعدين يتجهوا على أقرب مستشفى حكومي أو ما يصطلح على تسميته بولي كلينيك، مركز عيادات رسمي تابع للدولة طبعاً، يقدموا على فحص، إجراء فحص الزواج، بعدين يصطحبوا جوازاتهم السفر وإقاماتهم أو الكملك. الكملك طبعاً ذو الرقم 99 المحدث، البيانات الحديث آخر نسخة من شعبة الأجانب، إضافة لوثيقة يسموها الأتراك شهادة عزوبية أو وثيقة عزوبية. طبعاً بسوريا ما في شيء اسمه وثيقة عزوبية، في شيء اسمه بيان قيد إفرادي. بيان القيد الإفرادي بيوضح الحالة المدنية للمواطن السوري، هل هو نفترض عازب أو متزوج أو أرمل أو مطلق، حاصلين عليها من سوريا، مصدقة من الخارجية السورية، ثم يجب أن تكون مصدقة من القنصلية السورية في إسطنبول، ثم تترجم للغة التركية وتصدق من والي إسطنبول، ويصطحبوا هاي الأوراق جميعها ويتجهوا لما يسمى ضمن البلدية نكاح صالونو، المكان ضمن البلدية المفوض أو المخول بعقد قران الغير أتراك. في سوريين هن أساساً متزوجين من قبل وبدهم يثبتوا زواجهم هون بتركيا، شو الخطوات اللي بتكون لإيلون يعني؟ لازم يجيبوا بيان زواج من النفوس السورية مصدق من الخارجية السورية، بيجيبوا على تركيا بياخدوا موعد في القنصلية السورية، تصديق وثائق، بيصدقوا بيان الزواج من القنصلية التركية السورية عفوا في تركيا، وبعد ما يصدقوا بيقدموا للنفوس مكان سكنهم، محل ما سجلوا العنوان، يعني عنوان سكنهم. بموجب هذه الوثيقة بيتسجلوا عند الدولة أنهم ساكنين في بيت واحد وهم متزوجين، وممكن أن يحصلوا على دفتر عائلة تركي. في سوريين كتير ما عندهم أي أوراق ثبوتية هون في تركيا وعم يصير ممكن حالات زواج، وشو بترتب على هي الحالات؟ هلا اللي ما يملك صفة إقامة في تركيا، لا إقامة شورت تيرم يعني أو ما يصطلح على تسميته سياحية، ولا إذن عمل ولا كملك، هذا الدولة ما هي ملزمة بتثبيت زواجه، مع الأسف ما له حق أنه يتزوج كونه ما له صفة إقامة شرعية أو قانونية في البلد، فما حقه يتزوج. إذا تزوج ما راح يتثبت زواجه، إذا خلف، إذا صار في إنجاب ما راح يتثبت أولاده، إذا الأبوين ما عندهم لا إقامة ولا كملك. سلجوق ما غيرت رأيك؟ شو؟ الزواج. أبلا، بيكارلك سلطانلكتر. شو يعني؟ ما بدي يعني. طيب هون بتركيا عادة الشباب بيتأخروا بالزواج؟ بشكل عام لا، يعني 25 بيتزوجوا. إيه معناتها حلك، شو ناطر؟ هاي ليكك صرت بتعرف كمان الإجراءات كلياتها. إن شاء الله أبلا، إن شاء الله. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا، لاقونا بحلقة جديدة وقصة جديدة من تاكسي الضايعين.